دوما بغوطتها الغناء خصبة بالإبداع والفن، ومعرض الألوان تجمعنا الذي شارك فيه عدد كبير من الأطفال واليافعين والشباب من أبناء المدينة، دليل على أن حركة الثقافة والفن لم تتوقف رغم الظروف التي مرت بها جراء الإرهاب. استطاع هؤلاء الأطفال أن تعود الحياة إلى مدينة دوما، وتعود الحياة إلى كافة المؤسسات الحكومية في مدينة دوما، والمركز الثقافي هو جزء من المؤسسات الحكومية في مدينة دوما. سيكون في هناك نشاطات قادمة، هذه النشاطات ستستمر في هذا المكان بالذات بالتعاون مع الجمعيات وبالتعاون مع المجتمع الأهلي وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية في مدينة دوما، وهناك نشاطات ستقام من قبل مديرية الثقافة بريف دمشق. كانت فعالية رسم ونحت. طبعا من خلال جولاتنا احنا بمنطقة دوما وريف دوما لقينا انه في مواهب بالرسم محمورة، حبينا من خلال هذا المعرض انه نظهر هالمواهب هاي، نظهرها وندعمها ونشجعها، لانه رسم شيء عظيم جدا بيعبر عن الروح. في عنا قيمة الناطور، في عنا ابواب اثرية بدوما انقرضت، في عنا طاحونة اليد، في عنا جذن الكبة، في عنا لباس الملاية الدومانية، هاللباس كان تراثي قديم وموجود، لباس الشروال، تراث هو تراث آبانا وأجدادنا لنعلم أحفادنا. المعرض اليوم هو نشاط من إحدى نشاطات جمعية أصدقاء ريف دمشق، طبعاً ما هو النشاط الأول، كان في نشاطات قبل، النشاطات كانت عبارة عن ندوات ثقافية. كان إحنا شاركنا بعدة لوحات زيتية، ألوان خشبية، متباينة بالمستوى، الهدف منها إظهار موهبة الطالبات اللي عنا رغم الظروف اللي مروا فيها. شاركت لجمعية دوما بأعمال تكوينات إنسانية بحالات مختلفة تحكي عن رياح الحياة اللي عم تشتت الإنسان، عم تشتت وجوههم.